اليوم نحن في ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي في نسخة الثامنة، عدد من المحاور سوف يتم مناقشتها. طبعا لابد أن تكون اليمن حاضرة، وكثير من عدد من محاور التحديات الموجودة في الشرق الأوسط من ضمنها اليمن. الملف اليمني بشكل كبير ليس فقط حاضر في إطار النقاش، ولكن في إطار المآلات المستقبلية، خاصة بعد اقترابنا من 7 سنوات من فترة الصراع. هناك مخاض كبير جدا في الوقت الحاضر حول توجه إلى حلول سلمية، حتى وإن كانت بدايتها تخفيف الصراع ثم الانتقال لحلول سلمية. قد تبدو الأمور لازالت غامضة مع اشتداد الصراع، وخاصة في مأرب هناك دعوات كثيرة بخفض هذا الصراع والانتقال إلى 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 محاور سلام آمنة ومستدامة، لكن تبدو أن الأمور لازالت في 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 إطار المحاولات، ولكن ليست الأشياء المستشرفة بشكل كامل. يظل الأمل قائم، يظل الدعوات مستمرة، ولكن أعتقد أنه الظروف الاقتصادية، الظروف الإنسانية هي الفارضة تحدياتها بشكل كبير، وربما تكون هي جرس الإنذار لكافة أطراف الصراع المتواجدين أو المتصارعين على الأرض اليمنية. هناك كثير من الأدوات الحلول، ومن ضمنها العقوبات كانت على مستوى أفراد أو جماعات. حتى هذه اللحظة لا نرى تأثير كبير جدا. هناك تركيز من البداية كان على كثير من المجموعات الفردية حول إيجاد أو محاولة تقنين هذه الجماعات العابثة في الصراع. في الأيام الماضية تم إدراج عدد من الأشخاص كذلك من المجموعة الحوثية. التوقعات ليست كبيرة على اعتبار أنه لا زال هناك نوع من التعنت في استمرار الحرب، ولكن تظل كل الأبواب مفتوحة، كانت في إطار أدوات قائمة العقوبات الدولية أو حتى كذلك مجابهتهم بالصورة الخشنة لإدعانهم للسلام. فكلها كل الأمور لا زالت مستمرة. ربما تأتي عدن في إطار المنطقة البؤرة التحدي القائمة حاليا، وخاصة أن عدن انتقلت فيها الحكومة الشرعية، فظلت هي الأرضية الاحتراب الذي يتصارع فيها أكان الحوثيين أو كل الحوثيين وأخواتها اللي هنسميها، بمعنى أدوات الصراع المتواجدة بشكل كامل. ولذلك دائما نسمع كثير من حالة التفجير هنا وهناك، وأعتقد أنها نحن نراها بطبيعية، وكل ما في الأمر أنه فقط أطراف الحكومة الشرعية وأدواتها أن تقوي مؤسساتها حتى تستطيع أن تجابه ذلك. ولكن هي مساحة صراع، يجب أن تكون المؤسسات هي الحاضرة بشكل أكبر في هذه المناطق.